السلام عليكم. اليوم نروح للولاية تاع تيسمسيلت لنقف على زيارة وزير الأشغال العمومية إلى الولاية، بحيث أنه وقف على عدة مشاريع تاع ازدواجية الطرقات، يعني 3 مشاريع هامة جدا بطول إجمالي نتاع 72 كيلومتر. هذا الأشغال نتاع الازدواجية تاع الطرق كنا طلبناها في عدة فيديوهات سابقة، وطالبنا بإلحاح من السلطات العليا في البلاد لجعل كل الطرق الوطنية جعلها من طراز الطرق الازدواجية، أي طرق سريعة من النوع الثاني. وهذا هو مطلبنا في كل ولاية الوطن، أن تصبح المقاييس أو المعيار الأساسي نتاع الطرق الوطنية هو أن تكون طريق مزدوجة، وذلك للإيجابيات الكبيرة التي سوف نستنتجها من هذا القرار الهام، اللي قد ينقص كثير من حوادث المرور أولا، خاصة في المدن الجنوبية. وإذا إن شاء الله السلطات تتخذ هذا القرار الهام جدا لجعل كل الطرق الوطنية بطرق مزدوجة. الأمر الآن هو محسوم في ولاية تسمسيل، حيث أن فيه 3 اتجاهات: ربط مدينة تسمسيل بالمدية، وكذلك ربط مدينة تسمسيل بتيارت، وكذلك ربط مدينة تسمسيل بأشلف شمالا. إذن هذا هو محتوى الزيارة تاع وزير الأشغال العمومية بولاية تسمسيل. نخليكم تابعوا الفيديو، والسلام عليكم.